يعطيكم العافية أهلي في جلجوليا أبناء شعبي. إحنا اليوم نقترب من ساعات حسم مصيرية جدا. علينا أن نمطر صناديقنا بواو ضاد عين ميم. فيش عندنا حل ثاني. هذه وجودنا، هذه كرامتنا، هذا مستقبلنا، مستقبل أطفالنا. فيش عندنا مبرر. أخرجوا للصناديق، فيش عندنا فرصة ثانية إلا هذه الفرصة. اليوم هي فرصتنا. يجب أن نحقق الإنجاز التاريخي، واليوم عندنا فرصة، وإحنا مآمنين في شعبنا، مآمنين في هالبلدنا. الخروج للصناديق بشكل سريع مهم جدا، نبث الثقة، لأنه وضع في جلجولي بنقدر نقول إحنا مرفعين روسنا، نسبة التصويت عالية ومشجعة جدا. فنداء لأهل جلجولي، أخرجوا للتصويت. هذا اليوم لازم نعمل إشي يرفع الرأس بخصوص مستقبلنا ومستقبل أولادنا في هذا البلد. نداء 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 إلى جمهورنا العربي وكل الناخب العربي، شيبا وشبابا، من الجليل الأشم إلى المثلث المناضل إلى النقب الصامت، علينا أن نخرج للتصويت. علينا أن نخرج للتصويت. فلا يعقل 4 سنين نبكي على حقوقنا المهضومة، ويوم الانتخابات ندفن رؤوسنا تحت التراب ونقول لا يمكن أن نخرج للتصويت ونبقى في بيوتنا. فهلموا أيها الجمهور العربي عن بكرة أبيكم للتصويت، هلموا إلى التصويت لكي نحدث التغيير، لكي نرسل حكومة نتنياهو وزمرته الحاقدة إلى مزبلة التاريخ، بل أكثر وأكثر إلى المحاكم الدولية. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلنا الكرام في جلجوليا، أهلنا الأعزاء، أهلنا الأوفياء في هذه القرية الوفية، في أهل في جلجوليا العزة والكرامة. ندعوكم في هذا اليوم الحاسم، في هذا اليوم المصيري، أن تخرجوا جميعا بألافكم، رجالا ونساء، شبابا وإخوة وأخوات. هذا يوم حاسم، هذا يوم تاريخي. بإمكاننا أن نسجل اليوم يوم تاريخي في وسطنا العربي. رجاء أن نخرج جميعا، لأن قطعان المستوطنين قد سيطروا على صناديق الاقتراع في وسطنا العربي، يريدون أن يرعبونا، أن يخيفون أن نخرج إلى صناديق الاقتراع. يجب أن نريهم أننا لا نخاف ولا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى. كلنا يجب أن نخرج اليوم، كلنا مسؤولون، كلنا نتحمل مسؤولية هذا اليوم. ما بعد هذا اليوم وبعد هذه الانتخابات سيكون لنا إن شاء الله تاريخ جديد. سنغير الخارطة السياسية في وسطنا العربي عندما نخرج بآلافنا، بل بعشرات الآلاف ومئات الآلاف. نحن عندنا 1,000,000 صوت عربي في هذه البلاد، يجب أن يكون لها دور ويجب أن يكون لها تأثير. فنهيب بكم، نناشدكم بكل رجاء وبكل حرارة أن تخرجوا اليوم جميعكم ولا يتخلف أحد منكم. بارك الله في كل من خرج حتى الآن، ونسأل الله أن يخرج الجميع، وإن شاء الله النتيجة تكون إن شاء الله مبشرة بالخير والنجاح لنا. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بدي أطلب من كل الشباب إنها تطلع تصوت في الساعات الأخيرة. الشباب عندنا في الوسط العربي، في نسبات جدا ضئيلة عند الشباب، فنطلب من كل الشباب في الوسط العربي إنها تطلع تصوت. الشباب في المستوطنات صوتت لحد الآن أكثر من 65% من الشباب في الوسط العربي، لحد 15% بجوز لأنه الساعة شوي بدري ونايمين. أما الشباب هذه المرة هي اللي بتقرر أنه يكون رئيس الوزراء، مش كديش مقاعد عند القائمة العربية المشتركة. فالموضوع الآن في إيدنا إحنا الشباب. إحنا لحد هسه من 18-21% نسبة الشباب اللي طلعت وصوتت. في المستوطنات قلت أزيد من يعني تقريبا وصلوا 70% من الشباب، اللي هو حزب سموتريتش ويمينة وحزب جوبشتين وإيتمر بن غفير. هناك الشباب جدا كلهم صاروا طالعين أكثر من 70% تقريبا، يعني الأعداد عندهم قاعدة يعني في جدا في تنافر وتناحر يعني. فبنطلب من الشباب عندنا في الوسط العربي انهم يطلعوا يصوتوا. عندنا الجيل الكبير الحمد لله في وضع جدا منيح، احسن من قبل 90 يوم. فبنطلب منهم انهم يطلعوا ويدلوا بصوتهم وحقهم في الديمقراطية. اهل جلجوليا الكرام، ندعوكم الى الخروج الى الصناديق والتصويت
للقائمة المشتركة ورفع نسبة الصوت العربي. الانتخابات هاي جدا جدا مصيرية وبتقرر تعاملنا مع الحكومة في 5 سنين الجايات. نترجاكم اطلعوا صوتوا، القرار قرار مصيري، واحنا وافقين انه اهل جلجولة في كل انتخابات النسبة بتبقى عالية جدا. نترجاكم كل واحد بيقدر يصوت هسا يطلع قبل ما يصير اكتظاظ في السنة ديك. دمتم ودامت جلجولة بألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواننا الكرام. ايمن خروب ابن بلد جلجولة، نحيي كل من خرج للتصويت الى الان. نحن بحاجة انكم كل يطلع، ممنوع يظل حدا في الدور، النساء قبل الرجال، اذا حدا مش فاضي الكل يا جماعة الخير لازم يطلع. احنا بحاجة انه لقبل العصر الكل يبقى صار طالع على الاقل 50% من الوسط العربي. اذا هذه النسبة بنوصلها ان شاء الله بصيرش ضغط لبعد العصر والناس بتطلع بنوصل نسبة عالية. هذا الحاجة تبعتنا الملحة هسة. فبعينكم الله كلكم اخرجوا للتصويت، اخرجوا للتصويت، اخرجوا للتصويت، ما فيش مجال ثاني. وصوتوا كل يدكم واو ضاد عين ميم، لانه احنا ما بدنا اصواتنا تروح للاحزاب اليهوديه. حتى الاحزاب اليهوديه اللي بيقولوا في منها حزب اللي فيه واحد عربي، ممكن العربي هذا ما ينجحش، اصواتنا تروح كلهن للاحزاب الصهيونيه، واحنا ضد الاحزاب الصهيونيه لانهم الصهيونيين ضدنا، الصهيونيين ضد كياننا، ضد انه احنا نعيش هدم دور، دفع مخالفات عاليه قوميه اللي احبدهم اياها بس لليهود البلاد هذه، وكان احنا مش موجودين. هذا ما بيصير واحنا مش لازم نسمح فيه. الكلفيوت اليوم لو تشوفوا في جوا في بس صهاينه موجودين في جوا الكلفي والبوليس بمساندتهم والعرب مع موجودين برا. فهذا ايش لازم يثيرنا، لازم يحرج فينا، لازم كلبنا يتحرج، لازم احنا نوصل الكلفيوت بسرعه وغصب عنهم وناخذ حقوقنا من بين عينيهم. وباذن الله بقوه الشباب بهمتكم احنا كلياتنا متحرجين ومصوتين وجايبين 80% نسبة، ومنهم 70% العرب، خلي 10% يروحوا لليهود. بعيننا الله شو نسوي نتحملهم. وشكرا لكم جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي أحمد عرار من جلجولة، عمري 18 سنة. هوايتي هي أني بصور مقاطع على اليوتيوب مثل ما هي، هذه هوايتي. واليوم صار عمري 18 وبقدر أصوت، فهاي مثل ما أنا بمارس هوايتي مارسوا هوايتكم في حقكم في التصويت. فاليوم 17/9 لازم كلنا نقرر ونحسم الأمر، كلنا نطلع نصوت. بنشدكم منكم تصوتوا، كل الشباب والكبار في العمر الكل يطلع يصوت عن جد. لازم اليوم 17/9 نثبت للكل مين إحنا وكلنا نصوت.